بص ايه يا دي الصمت ده؟ يا لالو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني هيما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده يا دي؟ انت على طول مش طايقني كده. يا ده سكت انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا. يا دوعد ده حلو لاحبالك السوتيه. معلش يا هيما. انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت لقيت امي متوغوشه قوي على كوريا بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سكت تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهها. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثة ودن، بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام فلعة سوا، ايه رأيك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعة دي؟ كابتعون يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجلة القيادة. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لأيام زمان، هنقول احنا لسه حبايب، يو ما خلص قلنا. طب بص، أنا هقول لك حاجة مش عايز أقولها لك تاني، الطاعون ده مش مجرد اسم، ده أسلوب حياة. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طاهر. ايه بقى جرع بالفلوس؟ حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم، حرام عليكم. يا جبتعون يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك، وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك، ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه بيا بقول لك؟ قلبي اتسلبط بقى علينا، اتسلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون؟ تقليب موت ماليش فيه، الراجل ده ينزل بفلوس وياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف، ماشي عشان خاطرك بس. ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما، ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي؟ غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. انت بتبص عليها حيلتها، غور ياض من هنا، غور! ما تخلص يا عم طاعون انت كمان، ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنيلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دكتور، اوعى الاستاذ، الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت، نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبس لا مؤاخذه ايده كده، عداله التوزيع عشان ما حدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيما، ده اسلوب حياه. ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك يا ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشينا غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. ايه؟ ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيما. مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي تلوح. بعد كده بقى فرحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركرو وحمتها ونايمتها. على فكره يا كوري، انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله؟ او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقيكش؟ هيما بقول لك ايه؟ انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاساك مش انت، مش هيما بتاعي اللي انا عارفاه.
مش هيما بتاعك يا كوريا، امال اكون هيما بتاع مين؟ وانا بتاع حد غيرك؟ بق خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هات ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا نسبتي، الحقونا يا خالي، يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا ولد، خش يا ولاد. الكرام لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف الاخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضه اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خد فضوا اللمة اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومة ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجالة، ولا هي كلها لحمة عند الجزارين. يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت زباين على فوق. يلا خدها سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلم. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. ميدا إن شاء الله. نفسي ربنا يكرمنا إبراهيم وأعمل شيري فيه 8 أغاني ولا 10 أغاني، والفلوس تجري في إيديا كده، وأبقى مطرب مشهور. وأول حاجة أعملها هشتري الخرابة اللي في أول الناصية، وأبنيها دورين، دور لأمي ودور ليا. أنت عارف إبراهيم، أمي عندها 60 سنة ما شافتش يوم حلو في حياتها. نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انت شفتوها. انت اصلا كده ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هما يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي. بعد اذنك بقى اخش اريح شويه. ايه ده، في ايه؟ انا عندي مقصات يا ابراهيم. شيطان خط السيده جيزه، ولاد الحلال قالوا لي انك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره، بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر، وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح يا سوكا اندهن. اوف انا خد يا سوكا. العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح يا سوكا اندهن. طمنا يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه
تمرمط نفسك مع الأشكال دي بس. لا انت شبههم ولا هم شبهك. هي ما قلت لك اهي ناخد حتة أرض في أيها صحرا ونبعد عن الشر ونغنيله. استفدت أنا ياما تروح مني في شربة مية كده. توجع قلبي عليك كده يا إبراهيم بس. ربنا يقوموني بالسلامة يا أخت كوريا، وأنا هدعيله في صلاة الجمعة إن شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي. ربنا عمره ما يجعل غلاب أبدا. يا رب. يا رب أنا ماليش غيرك ما أنت عارف. ألطف يا رب. ألطف يا رب. معلش يا حبيبتي. قومي يا كوريا. قومي روحي أنت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. أيوه. وأنا وسوكا حنبات مع هيما هنيه للصبح وحبقى أطمنك بالتليفون. قوم روح فين يا خالي؟ أقطع دراعي من هنا المكان جوزها الفقر ده وأسمع في كل اللي إحنا فيه ده. ما كنا قاعدين في أمان الله لا بينا ولا علينا من ساعة ما رجليها تحت خطة البيت وإحنا المصايب نازلة ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما أقول لك إيه، أنا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانة هاي، تعبانة كلية. بقول لك إيه، ما هي بنت أختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حنين قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يقومهولك بالسلامه، يقومهولنا كلنا بالسلامه، وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس العيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انتي بتنوحي على ايه وش البومه انتي؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا؟ ليكي فيها ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه عبص ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس. اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي اوعى يا خال. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. السلام عليكم. ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلامه عليك يا هيما، قلقتني عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون. ايه الورد الجميل ده؟ طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبهولك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجي لك ليلتها بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشوا في القلق. وهذا اللي بيسلم عليك وبيقول لك الف سلام عليك، وكان عايز يجي لك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حالف ميت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمكم يا رجاله، فيكم الخير. خير؟ خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا المصايب ووجع القلب. الله يوفقك. ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجأة؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايا يا كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلقني. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامعه، ودول شويه ساعه وصوبه ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخرة المدام كنت هتروح مني في شربة مية، عشان مين ده كله؟ يا طاعون، احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرايا يالا. كفايه كده يا نسر. سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيب ولا هودي ولا هطلع حاجه. ويكون في علمك يا نسر، مش كل من دخل السجن بقى ابن حرام. كل واحد فيكم عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وتلات ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي؟ انت تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامة يا طاعون. مع السلامة. خطوة عزيزة. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه؟ كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هتعشق لو ما قلتهمش، ايه المشكلة يعني؟ كل